قوم في عالمنا ولكننا لا نراهم. أرضهم مجهولة، لا نعرف عنها شيئاً سوى أنها ردمت. يقال إن خروجهم إلى العلن يعتمد على أمر واحد، إنهاء عملية حفر عمرها آلاف السنين. كل البشر يخشون شرهم وبطشهم، خاضوا حربين شهيرتين واختفوا، والآن نحن بانتظار الحرب الأخيرة والأكثر دموية. لغز قومي يأجوج ومأجوج. قوم يأجوج ومأجوج، القوم اللغز والسر المرعب الذي بات دلالة على نهاية الأزمان. أرضهم اختفت عن الوجود، وموقعها ما زال يشغل العلماء والباحثين. يقال إنهم في الصين، ويقال أيضا إنهم قد يكونون في اليابان. والأغرب أن البعض لا يؤمن بأنهم من البشر من الأساس، وأنهم مجرد أشعة نووية سيطلق لها العنان في اليوم الآخر. أما الأكثر رعبا فهو أنهم خرجوا حقا وبدأوا يعيثون الفساد بيننا من دون أن نعلم. وسط كل التوقعات والأبحاث، الأكيد هو أن قوم يأجوج ومأجوج يشكلون كابوسا دمويا يخشاه العالم، يعود عمره إلى عمر الأرض الأول قبل الطوفان العظيم. في هذه الحلقة سنتناول أولاً قصة يأجوج ومأجوج وعلاقتهم بذي القرنين، ثانياً سبب تسميتهم بهذا الاسم وصفاتهم، وثالثاً أرضهم، الحروب التي خاضوها وأسطورة خروجهم إلى العلن منذ عدة سنوات، وأخيراً هلاكهم المرعب. إذن ما هي قصة يأجوج ومأجوج؟ وما سبب خوف العالم منهم؟ قصة قوم يأجوج ومأجوج تعود إلى زمن الأرض الأول قبل الطوفان الكبير. ينحدر قوم يأجوج ومأجوج من نسل يافث، وهو أحد أبناء النبي نوح. عرفوا بقوتهم وبطشهم وعشقهم للحروب والدماء، بحيث نشروا طوال سنوات عديدة الفساد بالأرض. ونتيجة شرهم الكبير جردهم العالم من الصفات البشرية والإنسانية لما تسبب به من دمار ورعب، والأهم الموت. مرعب. لم يقوى أحد على قتال قوم يأجوج ومأجوج لكثرتهم وقوتهم، حتى باتوا يشكلون خطراً فادحاً على كل شيء بكل ما للكلمة من معنى، حتى على الدواب. نعم، الدواب. مضت سنوات والأرض تعاني من بطشهم، إذ زحفوا بجيشهم المهيب من منطقة إلى أخرى، وقتلوا أهلها وحرقوا ممتلكاتهم، حتى ظهر ذو القرنين. يقول تعالى في قرآننا العظيم: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. صدق الله العظيم. كان لذي القرنين جيش عظيم يتمتع بقوة هائلة وبأس شديد. وفي إحدى رحلاته قابل قوما يعيشون بالقرب من أرض يأجوج ومأجوج، التي يقال أنها تقع خلف جبلين شامخين. هؤلاء القوم ضاقوا ذرعا من ظلم يأجوج ومأجوج، وأرادوا وضع حد لهم، وعرضوا على ذي القرنين مبلغاً من المال ليخلصهم من جورهم، واقترحوا عليه بناء سد بينهم وبين قوم يأجوج ومأجوج للفصل بينهم. ماذا كان رد ذي القرنين برأيكم؟ نعم، وافق على مساعدتهم، ولكنه رفض المبلغ المالي الذي عرضوه عليه، ويقال إنه قرر عوض بناء سد فاصل بين يأجوج ومأجوج والعالم أن يقيم ردماً عليهم ليعزلهم ويأسرهم داخل الجبل، ولكن بشرط واحد: أن يقوموا بمعاونته ومعاونة جيشه بما لديهم من إمكانيات بشرية وموارد طبيعية من المعادن والمواد الأخرى. إليكم ما حصل على خمس مراحل. المرحلة الأولى: يقال أن ذي القرنين اختار النقطة الأفضل بين الجبلين لإقامة الردم. المرحلة الثانية: تم جمع أكبر عدد من الحجارة وقطع الحديد. المرحلة الثالثة:
تم رمي كل ما تم جمعه في الموقع المحدد حتى تمت المساواة بين الجبلين. المرحلة الرابعة، أضرم ذو القرنين النار بالردم حتى ذاب الحديد مالئاً كل الفراغات بين الحجارة. والمرحلة الخامسة والأخيرة، صب النحاس المذاب على الردم ما جعله بصلابة لا تضاهى. وهكذا عزل قوم يأجوج ومأجوج على يد ذو القرنين، ويقال إنهم لم يتمكنوا من خرق الردم رغم قوتهم وبطشهم حتى يومنا هذا، مع أنهم حفروا خنادق وأنفاق في محاولة للخروج حتى وصلوا إلى باطن الأرض، ولكن من دون فائدة، فباتوا وعداً ليوم الآخرة. والآن، ما سبب رعب العالم الكبير من قوم يأجوج ومأجوج؟ السبب الأول هو جهل حقيقتهم وما سيشهده العالم عند خروجهم من الردم الذي يعزلهم، وقد أوقدت الروايات التي تدور حولهم الرعب في نفوس العالم، إذ يقال إنه لدى خروجهم سيملؤون الأرض بأعدادهم المهولة، بحيث لو تم قياس العالم بالأرقام من 1 إلى 10 ستمثل شعوب الأرض بأسرها الرقم 1 مقابل 9 لقوم يأجوج ومأجوج. مخيف. وبحسب الروايات سيهلك كل من يقف بوجه جيش يأجوج ومأجوج، وستباد على يدهم جماعات وشعوب بأسرها، وسيحل الظلم في العالم لسنوات حتى يحين موعد هلاكه الذي سنتناوله بالتفصيل في سياق الحلقة. وأكثر ما يرعب العالم هو أن ظهور يأجوج ومأجوج تربطه النصوص الدينية بعلامات نهاية الأزمان الكبرى التي تنبئ بنهاية الكون. والآن، ماذا عن تسمية يأجوج ومأجوج؟ تعددت أسباب تسميتهم، وإليكم أبرزها. السبب الأول، تأتي تسميتهم من كلمة الأجيج، أي أجيج النار واضطرابها، وذلك لما يتسمون به من بطش وقوة. السبب الثاني، من الأجاج، وهو الماء الشديد الملوحة والمرارة، وذلك لظلمهم وأعدادهم الهائلة. السبب الثالث، يقال أن يأجوج ومأجوج اسمان أعجميان من اللغة العبرية، جوج ومجوج أو جوج وماجوج، ولأن الاسم الأعجمي لا اشتقاق له بقي الاسمان كما هما في العربية. السبب الرابع، هناك نظرية تقول إن تسمية يأجوج ومأجوج مشتقة من عبارة صينية تعني قارة شعب الخيل، وهم من شعوب مجاورة للصين شمالاً وغرباً. صفات يأجوج ومأجوج، ترسم النصوص الدينية صفات قوم يأجوج ومأجوج، وتشير إلى أنهم عراض الوجوه، صغار العيون والأنوف، ذوي شعر أسود فيه بعض من الحمرة، كما يقال أنهم بأطوال مختلفة، منهم طويل كطول النخل، ومنهم قصير أقصر من الأقزام. أعلم ما الذي تفكرون به، صفاتهم تشبه كثيراً صفات شعوب شرق آسيا، ما يعزز نظرية تسميتهم المشتقة من عبارة صينية. لا أحد يعلم. موقع أرض يأجوج ومأجوج هو اللغز الأكبر الذي يحاول العديد من العلماء اكتشافه. وبحسب العالم العربي عبد الله شربجي في كتابه رحلة ذو القرنين إلى المشرق، تقع أرض يأجوج ومأجوج غربي قرغستان أو قيرغستان وشرق أوزبكستان في منطقة جبلية على الحدود الفاصلة بين البلدين في آسيا الوسطى. ولكن لا يوجد أدلة قاطعة تعين موقع الردم الذي يحجز يأجوج ومأجوج إلى يومنا هذا، إلا أن الملفت هو أن صفات الشعوب القاتنة في تلك المناطق تشبه كثيراً صفات يأجوج ومأجوج كما جاءت في النصوص الدينية، أمر يستحق التفكير. بعدما تحدثنا عن تسميتهم وصفاتهم وأرضهم، دعونا نتناول حروب يأجوج ومأجوج وأسطورة خروجهم قبل سنوات عدة. بحسب الروايات يقال إن قوم يأجوج ومأجوج خاضوا حربين داميتين، وهم الآن بانتظار خوض حربهم الثالثة والأكثر دماراً ودموية. حرب قوم يأجوج ومأجوج الأولى كانت خلال زمن الأرض الأول، والتي انتهت
بعزلهم من قبل القائد ذي القرنين. أما الحرب الثانية فتنسب إلى أحفادهم وأبناء عمومهم وأقاربهم الذين لم يردموا بين الجبلين آنذاك. إليكم التفاصيل. مضت سنوات عدة بعد المواجهة التي خاضها ذو القرنين مع يأجوج ومأجوج لعزلهم. منذ ذلك الوقت تبدلت الأقوام وتغيرت الشعوب إلى أن وصلنا إلى زمن الإمبراطورية المغولية، وتحديداً زمن جنكيز خان. وبحسب بعض الباحثين ينحدر نسل مؤسسها جنكيز خان من قوم يأجوج ومأجوج من نسل يافث بن نوح. والمثير للاهتمام هو الشبه الكبير بين صفات كل من المغول ويأجوج ومأجوج، سواء من حيث الصفات الجسدية أو طبيعتهم. فالقائد جنكيز خان أيضاً سار بجيوشه نحو حروب طويلة وعنيفة قتل فيها الملايين. نعم، كان المغول أيضاً قساط متعطشين للدماء ووحوش. استمر بطش المغول بقيادة جنكيز خان لسنوات عدة، إلى أن انتقلت شعلة القيادة إلى حفيده هولاكو الذي خاض حروباً دامية عديدة للتوسع بالمملكة والسيطرة على العالم بأسره. ونظراً لما رآه العالم من جيش مهول وصل إلى حدود البلاد العربية ووحشية مخيفة وقتل بدم بارد، تم الاعتقاد أنه فتح لقوم يأجوج ومأجوج للخروج من معزلهم. هنا طرأ الحدث الفاصل والذي يشير إلى أن أسطورة خروج يأجوج ومأجوج قد لا تكون دقيقة 100%. إليكم التفاصيل. بعد انتشار بطش يأجوج ومأجوج في الأرض، ظهر قائدان شجاعان رفضا الاستسلام والخضوع لجيوش المغول الكاسرة، وهما سيف الدين قطز والظاهر بيبرس. وقد أعلنا الحرب عليهم، فكانت حرب عين جالوت الضروس التي على قدر شدتها وقوتها حجب غبارها نور الشمس وأصم صوت السيوف الآذان. فماذا كانت النتيجة؟ أبيد جيش المغول بأكمله، ولم يبق منهم أحد على قيد الحياة. ولكثرتهم غطت الجثث مساحة شاسعة من الأرض. انتهاء حقبة المغول والطريقة التي ماتوا بها يعتبرها البعض مؤشرا أن قوم يأجوج ومأجوج لم يخرجوا بعد إلى سطح الأرض، مستندين بذلك إلى بعض النصوص الدينية التي تشير إلى أن هلاكهم سيأخذ صورة مختلفة تماما. فمتى إذن سيخرج قوم يأجوج ومأجوج؟ وما هي تفاصيل هلاكهم؟ يلف الغموض قوم يأجوج ومأجوج، إلا أن النصوص الدينية كشفت القليل عن طبيعتهم. والأمر الوحيد الذي يقومون به حتى خروجهم من الأرض التي احتجزوا فيها، وبحسب هذه النصوص فإن قوم يأجوج ومأجوج يتكاثرون بسرعة ونسلهم لا يعد ولا يحصى، إذ يقال إنه لا يموت رجل منهم حتى ينظر إلى 1000 ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح. لدى قوم يأجوج ومأجوج قائد يحتكمون لأوامره، وهم يقومون كل صباح بحفر الردم الذي عزلهم به ذو القرنين في سبيل هدمه والخروج إلى العالم. وعند المغيب يتوقفون عن الحفر ويؤجلونه إلى اليوم التالي، فيعود الردم أقوى وأمتن من السابق. وهكذا دواليك تتكرر هذه المسألة يوميا حتى يحين موعد يوم الآخرة، وهو اليوم الذي يؤذن لهم بالخروج. في هذا اليوم وعندما يتوقفون عن الحفر بالردم يقول لهم قائدهم ارجعوا غدا وسوف تخرقونه إن شاء الله. فيرجعون إليه في اليوم التالي ويجدونه على حاله، ما سيسمح لهم بخرقه والخروج إلى العالم، ما يعني اقتراب نهايته. فقد تم ربط خروج يأجوج ومأجوج بعلامات الساعة الكبرى. قبل أن نتحدث عن هلاك قوم يأجوج ومأجوج، إليكم هذه القصة المثيرة للاهتمام عن أعدادهم بعد خروجهم إلى العالم. تقول القصة أنهم على كثرتهم يتوجهون لشرب الماء من بحيرة كبيرة، فيشرب أولهم منها وعند وصول آخرهم لن يجد قطرة ماء واحدة. نعم، ستجف البحيرة بالكامل،
لنكمل الآن، كيف ستكون نهايتهم؟ بعد خروج قوم يأجوج ومأجوج من الردم سيعيثون بالأرض شراً وفساداً لن يتصورهما عقل بشري، وسيبثون الرعب في نفوس الأمم على اختلافها. وبحسب النصوص الدينية سيتضرع العالم إلى الله عز وجل ليخلصهم من هذا الشر المهول، فيستجيب لهم ويرسل لقوم يأجوج ومأجوج دوداً يخرج من رؤوسهم فيقتلهم جميعهم، نعم الجميع، لينتهي بذلك هذا اللغز المرعب. هنا لابد من الإشارة إلى نظرية تتعلق بطبيعة يأجوج ومأجوج. على الرغم من أن النصوص الدينية تشير بوضوح إلى أن قوم يأجوج ومأجوج من البشر، إلا أن بعض الباحثين والعلماء ربطهم بأمور أخرى كالتقدم التكنولوجي أو الأوبئة والفيروسات أو حتى الأشعة النووية، معتبرين أن هذه الأمور ستكون سبباً لفناء العالم، لا أحد يعلم. بهذا نكون قد عرضنا عليكم قصة يأجوج ومأجوج التي ما زالت تشغل العالم، وتطرقنا إلى مختلف الآراء التي تتناول تسميتهم وأرضهم وحتى حقيقتهم. فما رأيكم؟ أين هم؟ وهل يعقل أن يكون بيننا أشخاص آخرون من نسلهم في الخفاء؟ وهل سنشهد حربا دموية ثالثة معهم قبل خروج أجدادهم يأجوج ومأجوج؟ أم أنهم حقا ليسوا من البشر؟ وما نشهده الآن من فساد على الأرض بسبب التكنولوجيا والأخطاء العلمية هو علامة على نهاية الزمان؟ فكروا بالأمر. هؤلاء قوم يأجوج ومأجوج، والعلم عند الله. أنتظر كل تعليقاتكم في حسابي الخاص على سناب شات. حتى الآن هذه التفسيرات هي الأقرب لقصة وحقيقة قوم يأجوج ومأجوج. لا تنسوا الإعجاب، المشاركة والاشتراك في القناة.